طيب نكمل الموضوع الثالث معانا في شابتر النيورو، هو الباركنسونز ديزيز اللي هو مرض الشلل الرعاش. What is the Parkinson's disease؟ Parkinson's disease اللي هو مرض الشلل الرعاش يعتبر نيورو ديجنريتيف ديزيز. يعني ايه نيورو ديجنريتيف ديزيز؟ نيورو يعني اعصاب، ديجنريتيف يعني بيحصل قصور في وظيفة الاعصاب. النيورو ديجنريتيف ديزيزز عبارة عن امبريلا تيرم كده، مصطلح بيشمل تحتيه عدة من الامراض. تقريبا معظم الامراض اللي بيشملها غير مشهورة، ولكن اشهر مرضين اللي هو الباركنسون ديزيز ومرض الالزهايمر. مرض الالزهايمر هناخده او خدناه ان شاء الله تعالى في شابتر الجرياتريك، اما المرض الباركنسونز ده هناخده ان شاء الله في شابتر النيورو دلوقتي. تمام. طيب ايه هي السيمتومز بتاعت مرض الشلل الرعاش؟ هو من اسمه كده، اسمه ايه؟ شلل رعاش. يعني ايه شلل؟ معنى شلل ان الواحد مش قادر ان هو يتحكم في العضلات بتاعته، مش قادر ان هو يتحكم في ايده عشان يمسك كوباية المية اللي قدامه، مش قادر يتحكم في رجله ان هو يمشي بصورة كويسة. طيب هل الشلل اللي بيصيب الراجل ده اللي عنده باركنسونز ديزيز، هل شلل بنسبة 100% ان هو خالص مش قادر يحرك ايده ولا رجله؟ لا، هو بيكون الشلل بيكون بشكل حاد وملحوظ بس مش بصورة 100%. يعني هو ما زال يقدر ان هو يتحكم في ايده، ما زال يقدر ان هو يتحكم في رجله، ولكن مش بالشكل الطبيعي او المظبوط. ده اول كلمة اللي هي كلمة شلل. طب كلمة تانية اللي هي ايه؟ اللي هي الرعاش. وده معروف جدا ان ايده بتفضل ترتعش وتتحرك بحركات بمعدل 4 حركات في الثانية. يعني لو جيت تبص كده لايد واحد عنده المرض ده، تحس ان ايده بتتحرك 4 حركات في الثانية، من 4 ل 6. والحركة دي بتختلف، ممكن تكون عبارة عن رعشة متكررة، وممكن تكون حركة عنيفة بقى. يعني انت لو دخلت على الفيديوهات على اليوتيوب، انا حبيت اجيب لكم فيديوهات دلوقتي بس للأسف موقع الاونلاين ما قبلش، قال لي ان في رسالة دلوقتي المشغل بتاع اليوتيوب مش راضي ان هو يشتغل على الاونلاين، رغم ان هو كان بيشتغل قبل كده، بس حصل خير. ممكن انت تدخل على اليوتيوب وتشغل الفيديوهات دي، تشوف ان مقدار الرعشة في ايد الشخص اللي عنده المرض ده بتختلف، ممكن تكون حاجة بسيطة، رعشة بسيطة، او ممكن ايده بتتنفض بشكل كامل، كأن في تشنجات عنيفة، كأنه في سيجرز في ايده قاعدة تتحرك بشكل عنيف ومتكرر. وبنسمي الرعشة دي او التريمر ده بنسميه اللي هو ريست تريمور. ليه؟ لانه لو اول ما يمسك كوبايه الميه او يمسك اي حاجه الرعشه دي بتختفي تماما، فلذلك بنسميها ايه؟ ريست، ان هي الرعشه دي ما بتجيش غير في اللحظه اللي هو مش ماسك فيها حاجه وايده مش شغاله. المرض ده لو حد متابعه، كان هتلر عنده المرض ده، محمد علي كلاي عنده المرض ده. لو جيت تلاحظ هتلر وهو كان بيتكلم في الخطابات كان دايما ايه؟ ماسك المنصة اللي قدامه كده عشان ما يظهرش للعيان ان ايده قاعدة ترتعش. طيب في مصطلح اسمه باركنسونيزم. ايه كلمة باركنسونيزم؟ باركنسونيزم هي مجموعة الاعراض اللي بتظهر على المريض اللي عنده مرض الشلل الرعاش. لذلك الباركنسونيزم ده عبارة عن ايه؟ مجموعة اعراض. ما ينفعش واحد يكون عنده الاعراض دي او اي حد عنده الاعراض دي نقوم مسمينه على طول ان هو مريض بشلل الرعاش. ليه؟ لان في ادوية بتتاخد ممكن ان هي تسبب اعراض شبه مرض الشلل الرعاش، ففي الحالة دي ما ينفعش نقوم قايلين والله طالما ظهر عنده الاعراض ان هو مش قادر يحرك ايده وايده في نفس الوقت بترتعش، والله ده عنده مرض الشلل الرعاش او الباركنسون ديزيز، هل ده ينفع؟ لا. امال ايه الصح؟ ان لما مجموعة من الادوية تسبب اعراض شبه الباركنسون ديزيز، في الحالة دي بنسميها باركنسونيزم لايك سيمتومز. يبقى الباركنسون ديزيز ده اسم المرض، باركنسونيزم ده الاعراض. الاعراض دي قد تشترك في نفس المرض ذاته وقد تشترك مع ادوية تانية تسبب نفس المشاكل بتاعة المرض شلل الرعاش. يبقى لما توقف الادوية دي الاعراض دي هتنتهي، بينما الباركنسونيزم ده مرض ما بينتهيش من جسم الانسان والاعراض بتفضل موجودة
مدى الحياة لحد ما الشخص يموت. اللي فين بقى الفرق ما بين باركنسونز ديزيز وباركنسونيزم؟ يكتب لي 9. طيب ايه هو السن اللي بيظهر عنده المرض بتاع باركنسونز ديزيز؟ هو في الغالب بيظهر مع كبار السن، يعني 60 سنة فيما فوق. وكل ما الشخص بيزيد عمره كل ما كان احتمالية الإصابة بالمرض بتزيد، يعني الأشخاص اللي سنها 80 سنة فيما فوق أكيد أزيد خطورة إن هم يصابوا بالمرض ده عن الناس 60 سنة فيما فوق. طب إيه الأسباب بتاعة المرض ده؟ المرض ده لا سبب له، هو بيظهر مع كبار السن، مش معروف أي سبب. في ناس بتقول بعض الغذاء ممكن يسبب الموضوع ده، بعض المواد الكيميائية أو الأدوية خاصة المخدرات اللي ممكن تتضرب ممكن تسبب الحاجات دي، بعض العوامل الجينية، بعض العوامل الوراثية، كل دي ايه نظريات وفروض ان هي ممكن المرض ده بيحصل نتيجة الحاجات ده. ولكن في ناس برضو بتاخد مخدرات وبتضرب وما يحصلهاش المرض ده، في ناس بتكبر في السن وتوصل 100 سنة وما يحصلهاش المرض ده. فالميكانيزم او السبب الجوهري وراء المرض ده غير معلوم، زي مرض الإبيليبسي مفيش حد يعرف أسبابه إيه، ولكن بتحط شوية حاجات كده وقوم يقول لك والله ده إحنا وجدنا الناس اللي عندهم إبيليبسي مرتبطين بشوية عوامل زي كده. طيب البريفالنس بتاع المرض ده بينتشر على مستوى العالم، حوالي 10 مليون شخص مصابين بهذا المرض، 10 مليون شخص. طيب معظم الناس اللي مصابة بهذا المرض بيكونوا فوق 60 سنة، غالبا بيكونوا فوق 70 أو 80 سنة. السؤال هنا بقى، هل المرض ده كيورابل؟ يعني هل الشخص اللي بيقول المرض ده بيتعالج؟ للأسف المرض ده لا علاج له. كل العلاجات اللي موجودة ما هي إلا علاجات عشان تتحكم في الأعراض. إن هي تتحكم في الأعراض إيه؟ هو أخطر حاجتين موجودين في المرض ده إن هو فيه شلل وفيه رعشة. يبقى الامراض احنا يبقى العلاجات احنا عاوزينها تخفف الاعراض دي، اللي هي ايه؟ ان هي تشيل الشلل فترجع تحكم في العضلات من اول وجديد. هو ده الهدف، ان انا والله اشيل الشلل من جسمه بحيث ان هو يقدر يتحكم في ايده ويمسك الحاجات، يتحكم في رجله ويقدر يمشي ويخدم نفسه. ما احنا عاوزين المريض كبير السن ده هدف من اهدافنا معاه ايه؟ ان هو يقدر يخدم نفسه في الحاجات الاساسية، يلبس نفسه، يدخل نفسه الحمام، يأكل نفسه وهكذا. احنا عاوزينه ان هو يخدم نفسه في الحاجات الاساسية دي. فمعنى ان في شلل في جسمه مش قادر ان هو يقوم بهذه الحاجات، فلازما محتاج كير جيفر جنبيه يقدم المساعدة بشكل مستمر، ودي بتكون ايه مشكلة. فاحنا عاوزين ان احنا نعالج الحاجتين دول، نشيل الشلل من جسمه، تمام. تاني حاجة ان احنا نشيل الرعشة دي، مش كل شوية هو قاعد ايديه قاعدة تتنفض بشكل كبير كده، احنا برضو عاوزين نشيل دي بحيث ان ايه ان هو ما يحسش بألم والاعصاب بتاعته ما يحصلش فيها اجهاد بشكل كبير. يبقى الخلاصة ايه؟ الخلاصة ان احنا عندنا مرض شلل رعاش، هو مرض بيحصل قصور حاد في خلايا المخ. خلايا المخ ممكن اللي هي تبدأ بتتدمر بشكل كبير ولحد ما توصل لدرجة ايه الموت. الاعراض بتاعته ايه؟ ان في شلل وفي تريمورز في الجسم. ايه الفرق ما بين الباركنسونيزم والباركنسونز؟ باركنسونز ده المرض، باركنسونيزم هي الاعراض. بيبدأ من سن كام؟ 60 فيما فوق. اسبابه ايه؟ مش معروفة. البريفالنس بتاعه 10 مليون. هي دي اول صفحة معانا. ها لو كله متابع كده يخبط لي 9. يلا شباب انا لخصت كل اللي انا قلته في حوالي 10 ثواني. ها الناس مش متابعة، حاسس الناس في توهان. فين الناس؟ فين فين كده؟ على ما بتكتبوا كده بحس ان في تقل في الاستيعاب بتاعكم. ايوه كده. طب يلا، ده شكل الشخص اللي عنده الباركنسونيزم او الباركنسونز ديزيز. هو ده شكله لما يجي يمشي، تحس ان رجليه قاعد يزحف برجليه، التحكم في ايده بيكون صعب شوية، دايما ظهره متني، الحركة بتاعته ضعيفة وهكذا. هو ده الشكل التيبيكال بتاع الشخص اللي عنده باركنسونز ديزيز. طيب ايه هي الباثوفيسيولوجي بتاع الباركنسونز ديزيز؟ احنا خدنا الباثوفيسيولوجي بتاع الابيليبسي وعرفنا هو ايه، ومن خلال الباثوفيسيولوجي ده قدرنا ان احنا نصنع مجموعة من الادوية، وفضلنا نمشي كده رحلة طويلة مع 23 دواء. هنا نفس الموضوع، لو فهمنا الباثوفيسيولوجي هنقدر نفهم هم ليه صنعوا هذه الادوية. بيقول لك في منطقة في المخ اسمها سابستنشيا نيجرا، هي دي مكانها بالظبط، هو سابستنشيا نيجرا.
ده مكانها في المخ. المادة دي المنطقة دي مسؤولة عن إفراز مادة اسمها دوبامين. دوبامين ده يعتبر نيورو ترانسميتر، يعني ناقل عصبي. طب وظيفته ايه الدوبامين؟ وظيفته ان هو يتحكم في العضلات، وظيفته ان هو من خلاله الجسم يقدر يتحكم في حركة العضلات بالانقباض والانبساط. المرض ده يعتبر نيورو ديجنريتيف، يعني بيحصل قصور في وظيفة الأعصاب دي. يبقى الأعصاب دي الوظيفة بتاعتها بتقل بشكل سيجنيفيكانت، فالاعصاب دي او الخلايا العصبيه دي ما هيش قادره ان هي تصنع الدوبامين بشكل كافي، فالجسم بيفقد الكنترول في التحكم في هذه العضلات. وعلى قدر القصور بتكون المشكله. لو حصل قصور بسيط بتلاقي الرعشه بسيطه والشلل بشكل بسيط، ويقدر ان هو ايه ايديه بتتحرك حركه ممكن تكون بطيئة عن الناس التانيين، بس ما زالت ان هي بتتحرك. لو الخلايا دي وصلت بها الحال ان هي تموت وما عادتش قادرة تتصنع خالص الدوبامين، بيكون الموضوع عنيف جدا، والشلل بيكون بشكل مبالغ فيه، والرعشة برضو بتكون بشكل مبالغ فيها، وما بيقدرش ان هو يستعيد التحكم في ايده ولا رجله من جديد. يبقى الخلاصة ايه؟ الخلاصة ان تركيز الدوبامين في المخ بيقل. يبقى الحل ايه؟ الحل ان احنا ندي دوبامين. حل منطقي خالص اهو. فالعلماء بالفعل صنعوا الدوبامين ده في حبايه وادوها ايه، وادوها للناس اللي عندهم مرض الشلل الرعاش. هل الدوبامين نفع؟ قال لك ما نفعش. طب ليه؟ لان الدوبامين لما اتاخد في صوره حبايه كميه منه كبيره جدا اتكسرت قبل ما توصل للمخ، الكميه الضئيله جدا اللي وصلت للمخ ما قدرتش ان هي تعدي البلاد برين بارير، ما قدرتش تعدي ان هي تدخل جوه المخ. طب ايه الفايده؟ يبقى كده الدوبامين ايه؟ الدوبامين طلع قالش، ما عادش ايه؟ ما عادش ينفع. فلجأوا بقى لحاجات تانيه عشان تحل مكان الدوبامين. فخرج عندنا كام جروب؟ 4 جروبات علاج لمرض الشلل الرعاش. اول جروب اسمه مونو امين اوكسيديز تايب بي انهيبيتورز، او اختصارها ماو بي. طب واحد يقول لي طب هو طيب بي على كده في طيب ايه؟ اقول لك في طيب ايه. المونو اوكسيديز المونو امين اوكسيديز طيب ايه ده مسؤول عن تكسير النور ابينفرين والسيروتونين، بينما المونو امين اوكسيديز طيب بي مسؤول عن تكسير الدوبامين. فانا لو رحت على المونو امين اوكسيديز طيب بي اللي هو بيكسر الدوبامين وعملت له انهيبيشن، يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى انا كده زودت تركيز الدوبامين في المخ. يبقى انا وصلت للحته اللي انا عايزها. هو الشخص ده بيعاني من ايه؟ ان الدوبامين قليل في المخ. طب يلا بقى نوقف ان الدوبامين القليل ده يتكسر، فالكميه هتبدا رويدا رويدا تزيد، ويقدر ان هو ايه يستعيد التحكم في ايده من جديد.